أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك ربنا سبحانك وتعالى حمد عبادك الشاكرين، ونستغفرك ونسترضيك ونتوب إليك، ونشهد أن لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. كل عام وأنتم بخير. يهل علينا روائح شهر رمضان الكريم الذي ننتظره كل عام بشوق وفرح وسعادة، رغم أنه فيه تضييق للطعام والشراب والنكاح، إلا أنه شهر محبب إلى الجميع. شهر رمضان شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النيران. شهر رمضان الراء رحمة والميم مغفرة والضاد ضمان للجنة والألف أمان من النار والنون نور من الرحمن الرحيم الغفار. نسأل الله أن يهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام. شهر رمضان تتوقف فيه الأبدان عن الطعام، وفي هذا تزكية للروح والبدن. كيف للروح وكيف للبدن؟ نحن عندما لا نأكل ولا نشرب ولا نتناكح فنحن نصير إلى مرتبة قريبة من الملائكة، فهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون. فنحن كذلك تصفو أرواحنا، نبعد عن الطينية وترتفع الروح فينا، فنحن نفخة من روح الله سبحانه وتعالى، نفخها في آدم ونفخت فيه من روحي، فنحن نفخة من روح الله سبحانه وتعالى. نعلي هذه الروح في رمضان ونبعد عن الطينية التي تحتاج إلى الطعام والشراب. الطعام والشراب لابد أن يكون بحساب، لا صرف ولا زيادة، يكون بما يتناسب مع حاجة الجسم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا تصحوا، لأن في الصيام راحة الجسم. هناك من العلماء من اكتشف علميا، وهو ما يتطابق معنا، أن صيام 30 يوما ينقي الجسم من الأمراض، ينقي القلب، ينقي الصحة، يضبط حركة البدن كلها 30 يوم. ولضبط هذا يحتاج إلى 3 أيام كل شهر لتثبيت هذا التنظيف. أين هذا من القرآن ومن السنة؟ القرآن يأمرنا بصيام شهر رمضان شهر كامل، والسنة تقول 3 أيام من الشهر، فكأن العلم يمشي في طريق الله سبحانه وتعالى وطريق السنة النبوية. الصيام فيه تطهير للقلب، في تطهير القلب. نحن نبعد عن شواغل الدنيا، إذاعة، تلفزيون، تمثيليات، وهذا وإن كان في شهر رمضان تزيد هذه الأمور. فالمؤمن الحق هو من يحمي نفسه ويقي نفسه من ألا ينساق وراء هذه المغريات. العام طويل ولكن رمضان شهر واحد. شهر رمضان يرفع الرحمة، الحنو، لأن احنا في شهر رمضان بنطعم الطعام، طعام الصائم يدخل الجنة ويقي من النار، فنشعر بما يشعر به الفقير المحتاج، يرفع روحانيتنا. نحتاج ان احنا نطبطب على انسان تعبان، نحتاج ان احنا نحنو عليه. احنا طول العام بناكل، هذا الشهر نذوق ونحس ونشعر بما يشعر به الفقير المحتاج. شهر رمضان شهر فيه قيام ليل. قيام ليل يقربنا من الله، لأنه خير العمل الصيام بالنهار والقيام بالليل. فلذلك من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. ففيه ليلة القدر خير من 1000 شهر. ليلة ينتظرها العالم أجمع. هذه الليلة هي التي أنزل فيها القرآن هدى للناس وبينات للهدى والفرقان. دعونا نتخذ هذا الشهر الكريم فرصة لتنقية أرواحنا
نرقى بها مرتبة الملائكة وننقي أجسادنا بالصيام وأرواحنا كذلك بالقيام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.